حادثه اسكندريه، مش هتكلم مع اطرافها يعني، لانه انا بس هقول لحضراتكم، عاوز اوري لحضراتكم صوره طفله اسمها يسر، مش عايز اسم، مش عاوز اقول اسم ابوها كمان يعني، بس اسمها يسر. ورونا كده صوره الصوره اللطيفه بتاعتها. ماشي ماشي، اهي يسر عندنا صوره ليها قبل ما تبقى في الوضع ده يا شباب. وروها لي لو سمحتوا، وروها لي. عندنا الصوره بتاعتها في الاول عندنا، مش كده؟ طيب الصوره، البنت الصغيره اللطيفه الجميله دي. يسرى يا جماعه بنت يعني ربنا قضى انه والدتها تتوفى، هي عندها يعني هم ثلاثة اخوات، فوالدها اتجوز اسكندريه، هي جوز ست. الحقيقه البنت من معامله مرات ابوها وصلت لمرحله ان هي تقول لمرات ابوها انا ما بحبكيش انا مش عارف ايه، فبدات الست يعني تحرض ابوها عليها. نهايه التحريض ده انه ربطوا البنت تقريبا في الجو بتاع البرد اللي فات ده يومين، وهي تقريبا شبه عريانه في البلكون، دي اثار، ربطوها بحبال ورموها في البلكون لمده يعني يومين تقريبا، دي اثار الحبال اللي كانت موجوده. نيابه الداخليه في اسكندريه ادت الاب والام، ادت الاب ومراته 15 يوم على ذمه التحقيقات، واتكشفت المساله بالصدفه. البنت دي كانت ممكن تموت، لانه يعني اهل العماره اللي هم فيها افتقدوا البنت، البنت كانت بتطلع وبتنزل مش عارف ايه وبتاع، فافتقدوها، فكلموا عمتها، عمتها راحت سالت على البنت مش موجوده موجوده، لحد ما عرفت فلقت منظر مفزع جدا، بنت متكتفه وتقريبا شبه عريانه في البلكونه في البرد ده. طلبت ان هم يفكوها ما رضيوش، راحت عملت محضر لاخوها، فجوم جت قوه من الشرطه يعني خدت البنت نقلوها المستشفى، رجلها طبعا فيها غرغرينه فممكن مهدده بالبتر ده، غير الجروح اللي يعني دي صورتها اهي في الاول. فالحقيقه انا حاطط المساله دي، مش عايز اتكلم في تفاصيلها كتير ولا نقول ايه اللي حصل وايه اللي راح وايه اللي جه، لكن على الاقل يا جماعه الرحمه كويسه، يعني الرحمه كويسه. دول بيسموا الطفل اللي ابوه بيموت بيسموه يتيم، وبيسموا الطفل اللي امه بتموت لطيم. كويس، يعني لطيم يعني اي حد يقوم زقله على قفاه وهو ماشي، فاللطيم ده الناس تبقى رحيمه بيه. يعني الست دي خدت ايه دلوقتي؟ اهي محبوسه هي وابوه. الحقيقه احنا بس عايزين نطمن على حاله يسر دلوقتي، هي في المستشفى. خليني اسمع من خالها الاستاذ منعم احمد. استاذ منعم، طمنا على حاله يسر دلوقتي الصحيه ايه؟ والله حاله يسر حاليا برضو لسه ما استقرتش. استيعابها للموقف وان هي ترد علينا في الكلام لسه طبعا بعيدة جدا عن يسر اللي احنا كنا عارفينها. لسه الرد بالعافية ما زي الأول. هي يسر عندها 13 سنة مش كده؟ 13 سنة إن شاء الله. 13. فالوقت هي لسه مش مستوعبة، ما بتردش يعني. بترد علينا الرد بالعافية. طب حالتها يعني حكاية رجلها دي، هل 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 معرضة إنه يعني للبتر ولا إيه المسألة؟ حالتها الصحية العامة يعني. ايوه الاصابه اللي في رجلها، انا في دكتور النهارده كلمني من السعوديه على الصوره اللي شافها، قال لي دي كده ما لهاش علاج الا في مكان واحد بس في مصر، والا لو ما عملتش بالتقنيه الجديده للعلاج دي رجلها هتتعرض للبتر جزء من دي. فين يا فندم؟ مكان واحد فين؟ نعم، مكان واحد فين في مصر؟ في المقطم. طيب انتوا من السعوديه قال لي دي تقنيه جديده بنشتغل عليها في القدم السكري، هي دي الوحيده اللي تقدر تنقذ رجل البنت غير كده. طب دي انتوا هتيجوا بيها المقطم ولا في مشكله؟ ده لسه بقى احنا لسه بنتابع مع الدكاتره اللي في المستشفى اللي هم فيها، هم لحد دلوقتي بصراحه الناس مش مقصره في اي حاجه.
يعني هنشوفوا كلامهم ايه، وهنعرض عليهم ان احنا ننقلها في المستشفى الثانيه بتاعت الادم السكري اللي في المقطم. طيب احنا خلينا اكيد يعني احنا خلينا معاكم متابعين، ولو اي حاجه نقدر نقدمها في الحاله ما نتاخرش. استاذ منعم الف سلامه ليسر يا رب ان شاء الله. اشكرك استاذ منعم احمد. انا بطالب بس الناس بالرحمه، لانه انا هم خدوا ايه يعني الست دي اللي حرضت الراجل على طفلة، على فكره ممكن تكون اتعصبت، قالت حاجه، قالت لا ما بحبكيش، قالت لا انت مش امي، اي حاجه عادي يعني ممكن. ليه الناس مش مستوعبه بعض وطفله 13 سنه يعني؟ فدي دعوه بس للناس لا يضيق صدرها ببعض، لانه الجريمه بتحصل في ثانيه. الازمه يعني انا مش عارف، ما اعرفش الناس دي، بس ما اعرفش حاله الغباء الانسان اللي سيطرت في لحظه انه راجل يكتف بنته ويحطها في البرد ده بره. يعني استيعاب شويه صعب، تستوعب المساله صعب شويه. فربنا يشفيها ان شاء الله.